السلام عليكم. صبر اتوقع اني اعرفك. صبر والله قد سمعت صوتك. كيف الحال؟ اخبارك طيب؟ اصل اي هذا مشهور ترى يا اخي. صبر والله بشيك لان ام الجيمبو. لا والله لا والله صدقني سامع صوتك اخ يا مشال. ايوه شوف والله ليش والله ليش مقطع يا ولد مقطع يثير يا ولد ايش كذا لا لا ما عاد وزني تنزل مقطع يلا لقينا فوز يا عيون ماشي بحاول اجيلك الحين تتنزل اخبار صح يب اوه اي عرفتك متابعك يا رجال اي والله كذاب وش اسمه وش اسمه وش اسمه يلا ديمز جيمز والله عارف اياك ما ادري عايز مو مصدق ابد يلا سنايبر لا يمكن ما في السنايبر بعد الله عليك قول لي الحظ قول لي اعوذ بالله يا الحظ الله يا الصوره الصوره ما لا لا الصوره ما حظ واضح يا اخوي من اين لك هذا يا فوال سلامك الله عليك باقي واحد هذه مو حظات كويس يلا والله تشرفنا فيك يا قلبي شرف لي الله يسعدك يلا حمد كذبت ها يمل هلا هذا شفت هذا كتبت هذا اسم هذا الاسم طلع لي في اليوتيوب كتبت اسمي طالع في اليوتيوب؟ اي والله اسمك ديما سطيمة خربت اسمي يا اخي ديمز جيمز اسمي مو ديمز قيمر يوتيوبر؟ انا؟ ايه يوتيوبر ديمز جيمز يا اخي عم الشهر كيف حال؟ لا انا مش شايف اثار قاعد اناديك يا وحش قبل شوي وحش اثاري من خيال ما افهم يا اخي صوتك غريب لحظه من هو غريب ديمز جيم اقول مو بغريب مو بغريب سامع قبل عندك ديمز جيمز عندك انستغرام شيء مشهور فيه بالعربي والانجليزي وشو أم ديمز جيمز ما شاء الله ما شاء الله أي مين؟ أنت ألا ألا ديمز جيمز عارفك من صوت عارفك من صوت أما عرفتني مشهد هذا ديمز جيمز من اليوتيوب